السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في شاطئ المعمورة في اسكندرية. عايز اقول لكم متعة مش طبيعية ان انت تبقى واقف على الشط ده. حاجة جميلة قوي يا جماعة، اسكندرية ومصر حاجة تجنن. اول مرة اكون موجود على شاطئ المعمورة هنا، كنتش اعرف ان في شاطئ شكله حلو قوي كده. يعني بصراحة يا جماعة لما تشوف الفيديو ده لو ما زرتوش مصر تبقوا خسرتوا كتير قوي. حاجات جميلة جدا في مصر، منظر خرافي للبحر، حاجة مش طبيعية، حاجة جميلة جدا. المية نفسها يا جماعة مختلفة تماما عن المية اللي احنا بننزل فيها في مصر. يعني عايز اقولك الشط هنا، الناس اللي ما جاتش المعمورة في اسكندرية، الشط هنا غير الشط في الاماكن التانية. الاماكن التانية يا جماعة الشط بيبقى المية فيه مش نظيفة زي دي، هنا تحس ان المية نظيفة جدا، على عكس المرات التانية اللي انا شفت فيها البحر في اسكندرية ما كانش بالجمال ده. الحقيقة مصر حلوة وفي حاجات جميلة جدا في اسكندرية. انا ان شاء الله ده لسه اول دقايق ليا في اسكندرية، ناوي اوريكم ان شاء الله حاجات حلوة جدا. في فيديو هيتعمل مخصوص علشان الجزائريين هيعجبكم قوي، هقول لكم هيعجبكم ليه، لان له علاقة يعني وثيقة بالجزائر وبناس كتير في الجزائر. فان شاء الله استنونا، الفيديو ده هيعجبكم جداً.